الموضوع راح يكون شنو بالاي سي جي على او تخطيط القلب على الاي في بلوك او سكند ديجري اي في بلوك. طبعا اكو فيرست ديجري وسكند ديجري وثيرد ديجري. السكند ديجري اي في بلوك مثل ما نلاحظ عندنا اس اي نود واي في نود. الاس اي نود هي تولد الكهرباء بالبدايه بالقلم، ينتقل للاي في نود تاخره بما يقارب 0.1 من السكند، وبعدين تنطي للفنتريكلز حتى الفنتريكلز تنقبض. من نقول اي في بلوك يعني عندنا مشكله بالاي في نود، يعني معناها التاخير راح يكون اكثر. طيب التاخير مال اي في نود وين راح يبين عندنا بالضبط؟ اذا تشوفون هذا البي ار انترفال، هذا المقطع اللي انا حاط هذا الخط بالازرق عليه، اذا تشوفون هنا في طبعا السكند ديجري اي في بلوك النوع الثاني ينقسم الى موبتس تايب 1 وموبتس تايب 2، يعني السكند ديجري نفسه ينقسم الى اثنين. طيب شنو الفرق بيناتهم؟ طبعا هنا عندنا progression of prolongation، عندنا هنا progression of prolongation. شنو progression؟ يعني تزداد بشكل تدريجي وبعدين تسقط الضربة. زين شنو بعد الموبس تايب 2؟ اذا تشوفون هنا constant، شنو constant؟ ثابت. شوفوا هذا زايد، لكن هاي زيادة شو تكون؟ ثابتة. زاد زاد سقط الضربة، زاد زاد. طبعا هنا شنو كيو ار اس مظل، يعني اقصد من نقول سقط الضربة. زاد زاد سقط، زاد 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 سقط، هذا الفرق. زين يا اخطر الموبس تايب 2 اخطر، ليش؟ لانه ممكن يسوي لنا هيمو داينامكلي انستابل بيشنت. شنو معناه هيمو داينامكلي انستابل بيشنت؟ يعني المريض راح يتعرض الى مشاكل بضخ الدم من خلال القلب، يعني راح ممكن يسوي ايضا عندنا سيفير بريديكارديا، وممكن اصلا ينتقل من سكند ديجري اي في بلوك الى ثيرد ديجري اي في بلوك الموبس تايب 2، فهذا الشيء خطر. زين ايش ممكن ايضا يسوي لنا؟ ممكن يسوي لنا شغله اسمها ادم ستروكس اتاك. شنو معنى ادم ستروك ستاك؟ هذه يعناها انه المريض على غفله صاحي وهوب يغمى عليه من وراء المشاكل اللي راح تصير بضخ الدم من خلال القلب. فهذا الفرق بين الموبس تايب 1 وموبس تايب 2. التريتمنت هذا ما يحتاج تريتمنت اغلب الوقت، واذا احتاج فقط نعطي اتروبين هذا لازم نخلي المريض بيس ميكر.